الوضع وصل لمرحلة الغليان، نار من القلب للأطراف، الريق بيجري اتقاء لغضبها. يعني هو ممكن في يوم من الأيام تسيب الدنيا فجأة كده وتهج؟ صحيح، لو قررت تنسحب بجد هيحصل ايه؟ النفس تتسد، الإيقاع يقع، الألوان تبهت، فراغ، ملل، صحراء. غلطتي من الأول إني ما كنتش فاهمة إنها البطل مش صاحب البطل. يعني لما ترد الروح في الويكة تبقى بامية، البتنجان يبقى مسقعة، الخضار يقلب ترلي، والكراب ما يجري فيه الدم يبقى كانيلوني. الصلصة الحلوة بس اللي تعمل من الأكلة طبخة، صلصة هارفست نص الطبخة.